كويز. مجموعة من الأسئلة جاوبنا عليها من غير ما تخمبرش. شكون تعتبره أفضل لاعب تونسي توا؟ من غير ما تخمبرش. ياسين شماخي. أفضل لاعب في تاريخ تونس؟ طارق ذياب بدون شك. لاعب تشوفه قادر ينجح في الاحتراف في تونس؟ في البطولة التونسية تشوفه قادر ينجح في أوروبا كنقولوا احتراف؟ والله مش يقولوا انتماء ويقولوا هذا ديما التعصب موجود في اللي نشوف فيه توا. يمكن 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 نتصور وليد خليل قصاب ولو انا مازال صغير برشا. في صحكم تعالي لعب ماتش حاجه كبيره برشا. لا زوز لا شيء. لعب 10 ماتشات. لا ما لعبش 10 ماتشات. شنو 10؟ ما لعبش. لا ما لعبش. لعب. الكلوب مش لعب 10 ماتشات. شو نقول انا مانيش نشوف في لاعب في الوقت الحاضر جاهز. انا نحكي هذا كاتيجوري دي جون. باش ناخذها بالعاطفه هذه شوي. مش بالعاطفه. انا قاعد نلوج توا درت هبطت من بنزرت بالطريقه الجغرافيه حتى مش نوصل للبنقردان. انا ما ريتش ما سنا ما فماش. وانا كنا نحكيو على تالق المهاجمين الاجانب. شكون اقرب لاعب ليك؟ اقرب لاعب ليا في تونس؟ اي فوزي الرويسي. احسن مدرب تونسي؟ احسن مدرب تونسي سابقا وحاليا؟ حاليا اي. صعيبة الإجابة؟ صعيبة الإجابة. علاش؟ ما فماش تميز كي بعضهم يشبهوا لبعضهم. نقول ربما معين الشعباني محقق زوج شامبيونز ليغ ولا بعضهم محققهم حتى مدرب تونسي قبل. الأرقام لا تعني شيء. معين الشعباني نجح نجاح كبير برشا لكن مازال قدامه الطريق. ما يلزمش. باهي جاوبني شكون تعتبر أحسن واحد تونسي؟ والله نشوف في جلال القادري بكل صراحة. جلال القادري. شكري الخطوي. باهي ماتش ما تنساهش. ماتش ما ننساهش. الدور النهائي تونس المغرب 2-1 في ملعب رادس 14 فيفري يوم عيد الحب. شكون تعتبر اليوم افضل معلق تونسي؟ تونسي مباشر ام قديم؟ زوز. مباشر توا يا اختو ما نساهش. ما عادش عندنا برشا وقت. مباشر. قلت بكري ثنائي او ثلاثي خلينا نقول. رفقي بوستة. واحد اي رفقي بوستة. افضل مقدم برامج تونسي؟ افضل مقدم برامج تونسي في الوقت الحالي. في الوقت الحالي اعتبر انه عادل بوهلال. اقرب جمعية ليك بعد الكلوب؟ الملعب التونسي. واضح. دونك كانت هذه لو كويز.